الجديد والضغط على مسؤولي اتحاد الكرة لتواجد المشجعين في المدرجات. وكان اتحاد الكرة قد كلف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بتولي ملف عودة الجماهير مع الأمن. أعلن نادي الأهلي اليوم الاثنين إصدار بطاقة حضور الجماهير لمباريات أهلاوي وأفتخر لمدة 3 سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى عام 2020. وتمكن هذه البطاقة حامليها من حضور أي مباراة للأهلي بشرط أن يكون مسموحا خلالها بالحضور الجماهيري. وأعلن نادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة هو 44 جنيه لمدة 3 سنوات، وسيحصل حامل هذه البطاقة على تذكرة لحضور لقاء الأهلي والترجي في دور الثمانية الأفريقي والمقرر له يوم 16 سبتمبر مقابل مبلغ 16 جنيه، ليصبح إجمالي ثمن البطاقة بالإضافة إلى تذكرة حضور مباراة الترجي هو 60 جنيه. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هناك نية لتغيير طريقة اللعب في الموسم المقبل لاستغلال إمكانيات كل اللاعبين. وقال حسام البدري أنه سيطبق طريقة لعب 4-3-3 في الموسم الجديد للاستفادة من إمكانيات الثلاثي أحمد الشيخ إسلام محارب وجونيور أجايي ووليد أزارو. يذكر أن الفريق الأول في راحة سلبية من التدريبات عقب نهائي كأس مصر، وسوف يستأنف تدريباته الأربعاء المقبل استعدادا للموسم الجديد. أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلي بقدرات لاعبيه ولاعبه خصوصا كريم ماجد، مؤكدا أنه لاعب مثالي سواء على مستوى الواجبات الهجومية أو الدفاعي. وأكد البدري أن ماجد أفضل لاعبي الأهلي على مستوى الدخول سريعا في أجواء المباريات، كاشفا أنه ينوي الاعتماد أكثر عليه في الموسم المقبل على الرغم من انتقاد بعض الجماهير للاعب. من ناحية أخرى أوضح البدري أنه وافق على احتراف حسام غالي في النصر السعودي بسبب إصرار اللاعب، خاصة وأن العرض المالي جيد وسيساعده في تأمين مستقبله. طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تحديد موعد مروان محسن مهاجم الفريق للمباريات بشكل محدد تمهيدا للاستعانة به في مشوار الفريق الأفريقي. وتعافى مروان محسن بشكل كبير من الإصابة، إلا أن الخبير الألماني شيفر هاف المشرف على إجراء الجراحة للاعب أوصى الأهلي بالانتظار حتى شهر نوفمبر المقبل لكي يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويسافر مروان محسن لألمانيا في شهر أكتوبر المقبل من أجل الخضوع لاختبار أخير قبل المشاركة في المباريات. قدم حسام البدري المدير الفني للأهلي موسما قياسيا مع الفريق الأول، ونجح في إنهاء الموسم المحلي بدون هزيمة. في التقرير التالي نتعرف على الأرقام القياسية والتي حققها البدري مع الأهلي هذا الموسم. نتابع. يستحق حسام البدري المدير الفني للأهلي لقب رجل الأرقام القياسية بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة في الموسم 2016-2017. وقاد البدري الأهلي للتتويج بثنائية الدوري والكأس لأول مرة منذ عام 2007 وللمرة 14 في تاريخ النادي. وفوز الأهلي بثنائية الدوري والكأس لم يأتي بمحض الصدفة، ولكنه جاء بتفوق كبير عن جميع المنافسين،
ويظهر هذا بوضوح في التتويج بالثنائية المحلية دون التعرض لأي هزيمة في الموسم المنتهي. حمل الكؤوس على حسام البدري، ولكنها لغة أتقنها مدرب الأهلي منذ أول عام له كمدير فني وصولا إلى التتويج مع القلعة الحمراء بسبع بطولات تنقسم إلى لقبين لمسابقة الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر وكأس السوبر المحلي مرتين. ويسعى حسام البدري لتحقيق الثلاثية في الموسم الأول لولايته الثالثة مع الأهلي، وها هو قد فاز بالدوري قبل 4 جولات من نهايته، ثم أعاد كأس مصر إلى دولاب القلعة الحمراء على حساب المصري في المباراة النهائية، ووصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وإذا تمكن البدري من إتمام الموسم بنجاح كامل، فستكون الثلاثية الأولى للأهلي منذ الجيل الذهبي للقلعة الحمراء عام 2006. حقق البدري أكبر فوز له كمدير فني مع الأهلي خلال الموسم المنتهي بعد التغلب ب6 أهداف دون مقابل على فريق الألومنيوم، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما في دور 32 من بطولة كأس مصر. المباريات الكبيرة دائما ما تظهر معادن المدربين، وهذا ما يمكن أن نلاحظه إذا اطلعنا على تاريخ حسام البدري في مباريات القمة والتي واجه خلالها الزمالك وحافظ على سجله نظيفا دون هزيمة خلال 8 مواجهات. بالعودة للأخبار من جديد، أعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن حزنه لعدم الانضمام لمنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب من أجل الصعود لكأس العالم في ظل وجود جهاز فني على أعلى مستوى. وقال الشناوي إن زملائه بالفريق بذلوا مجهودا كبير هذا الموسم في مشوار الفوز بالدوري وكأس مصر. وعن عرض الاتحاد السكندري قال الشناوي: علمت ان هناك عرض من جانب زعيم الثغر، ولكن لا اعرف قرار الجهاز الفني. وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قد رفض رحيل الشناوي وتمسك بجميع اللاعبين المقيدين في قائمه الفريق الافريقي. ينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر استعدادا لمواجهة أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018. ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم الخميس المقبل على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى الإسكندرية قبل السفر إلى أوغندا يوم 29 أغسطس الجاري لخوض مباراة الجولة الثالثة نهاية الشهر الجاري. وكان كوبر قد اختار 15 لاعبا محترف للانضمام لصفوف المنتخب بالإضافة إلى قائمة من اللاعبين المحليين وعلى رأسهم 9 لاعبين من النادي الأهلي. حصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر بعدم الانتظام في تدريبات اليوم الاثنين بسبب تواجده خارج مصر. وطلب إكرامي الانتظام في معسكر المنتخب بداية من غد الثلاثاء، ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. ويشارك في الميران المفتوح للمنتخب اليوم والذي يستمر لمدة 3 أيام اللاعبون المحليون، والذي وقع عليهم الاختيار من جانب الأرجنتيني هكتور كوب. قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن إشهار رابطة الأندية المحترفة واستقلالية قراراتها أمر مهم ولم يعد يحتمل التأجيل. وأضاف عبد السلام خلال حضوره اجتماع الأندية برئيس اتحاد الكرة أن الرابطة مطلب جميع الأندية، وجئنا إلى اتحاد الكرة لتحديد النقاط الأساسية ووضعها في نصابها القانوني.
أعلن نادي المقاولون العرب تعاقد رسميا مع حسام حسن لاعب وسط الشرقية السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع حسام حسن على عقود انتقاله للمقاولون العرب في حضور طلعت محرم مدير التسويق بالنادي والذي أشاد باللاعب والذي سجل 9 أهداف في الموسم الماضي. وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الدعوة لأعضاء جمعيته العمومية للانعقاد يوم الجمعة المقبل بمقر النادي في الشطبي للتصويت على لائحة النظام الأساسي الجديد. ويتكون مجلس إدارة النادي وفقا للائحة الجديدة من 9 أفراد وهم رئيس ونائب وخمسة أعضاء فوق سن 35 عام وعضوين تحت سن 35. وحددت اللائحة الجديدة شروط الترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وهي أن يكون المرشح مصري الجنسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها وأن لا يكون سبق انتخابه في مجلس الإدارة دورتين متتاليتين وأن يكون له مقر دائم بالإسكندرية وأن لا يكون صدر ضده أي أحكام قضائية نهائية وأن لا يكون أيضا سبق فصله أو إسقاط عضويته أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة أخبار الألعاب الأخرى حيث جدد مودي الجرحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عقده مع النادي لمدة 4 مواسم ليستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة. ووقع الجرحي على عقود التجديد في حضور مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بملف فرق النشاط الرياضي. ويعتبر مودي الجرحي أحد عناصر الخبرات في صفوف الفريق وجاء التجديد له في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري في الحفاظ على أصحاب الخبرات. أكد مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن تجديد عقد مودي الجرحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يمثل إضافة كبيرة للفريق خاصة أنه أحد أبناء النادي ومن ضمن العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأشار إلى أن التجديد للجرحي يأتي ضمن خطة تدعيم الفريق من خلال الحفاظ على العناصر المميزة وأن ملف التجديد له شهد مرونة كبيرة في ظل تقدير كل طرف للآخر. وأوضح مروان هشام أن إدارة النشاط الرياضي تثق بشدة في الجهاز الفني لفريق السلة وفي اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز كبير في الموسم الجديد خاصة في بطولة أفريقيا وبطولة دوري السوبر للمحترفين. يخوض اليوم المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة رابع مواجهته في بطولة العالم والتي تقام في القاهرة الفترة الحالية وذلك عندما يواجه منتخب المكسيك في 8 مساء على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة. كان المنتخب قد فاز في المباراة الأولى على اليابان قبل أن يخسر من كوبا والبرازيل في المباراتين التاليتين فيما يخوض المنتخب آخر مبارياته في المجموعة بعد غد أمام بولندا في نفس توقيت مباراة اليوم.
وقد منحت اللجنة المنظمة للبطولة كافة المنتخبات المشاركة راحة سلبية غدا على أن يتم تنظيم رحلات سياحية لزيارة الأهرامات. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. إلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا، حيث نال المدافع الأسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء جديدة في مباراة فريقه والتي فاز فيها أمس بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو لا كورونيا في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الأسباني في كرة القدم. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن راموس رفع رصيده من البطاقات الحمراء مع ريال مدريد إلى 23 بطاقة في 625 مباراة، منها 18 بطاقة في الدوري الأسباني، ليعادل الرقم القياسي في هذا الصدد للاعبين السابقين بابلو ألفارو وتشافي أغوادو. وحصل راموس على البطاقة الصفراء الأولى عندما وجه ضربة باليد للسويسري فابيان شار لاعب ديبورتيفو لا كورونيا. عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الى التحدث مرة اخرى عن علاقته بادارة ناديه القديم برشلونة الاسباني. وجاءت تصريحات نيمار بعد قيادته لفريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز 6-2 على ضيفه تولوز في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في ملعب الأمراء في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الفرنسي. وردا على سؤال أحد الصحفيين بعد اللقاء عن ملابسات رحيله عن برشلونة هذا الموسم، أجاب نيمار قائلا: عندما وصلت إلى برشلونة كان كل شيء يسير بشكل جيد، ولكن هناك مسؤولون لا يجب أن يكونوا في مواقعهم. كشف الأسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي تفاصيل جديدة في أزمته الأخيرة مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز. وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية: حينما تلقيت رسالة كونتي لم أرد عليها، وإنما طلبت مقابلته. وكان كوستا قد أعلن سابقا أن كونتي لا يرغب في استمراره مع الفريق بعدما بعث له رسالة نصية جاء فيها: أهلا دييغو، أتمنى أن تكون بخير، شكرا لك على ما قدمته الموسم الماضي، وأتمنى لك التوفيق في العام المقبل، أنت لست ضمن خططي المستقبلية. واختتم: لا يخفى على أحد رغبتي في العودة لصفوف فريقي القديم أتلتيكو مدريد الإسباني. كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن خطته للعودة إلى المنافسة على كل البطولات هذا الموسم من خلال سياسة التدوير، والتي يرى أنها ستكون هامة جدا لضمان جاهزية الجميع. وأضاف كلوب أنه في المباراة المقبلة أمام هوفنهايم الألماني في دوري أبطال أوروبا سيدفع بالتشكيل الأساسي، لكنه شدد أنه سيعود لاحقا للتدوير وينافس ليفربول على 3 بطولات محلية، وهي الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة في إنجلترا بجانب دوري أبطال أوروبا. وضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزية العوائق أمام أتلتيكو مدريد الأسباني من أجل عرقلة انتقال المهاجم الأسباني بالفريق دييغو كوستا إلى الروخي بلانكوس في يناير المقبل. وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن إدارة تشيلسي حددت مبلغ 65 مليون يورو للموافقة على رحيل كوستا
إلى أتلتيكو مدريد في الوقت الذي عرض فيه النادي الإسباني 45 مليون يورو، ومستعد للتفاوض حتى الوصول إلى 55 مليون يورو. قرر ماركو إسانسيو لاعب ريال مدريد الإسباني رفع راية العصيان في وجه النادي الملكي حتى يتم تنفيذ جميع شروطه والمشاركة كلاعب أساسي في المباريات المقبلة مع الفريق على حساب زميله الويلزي جارسون. وأشارت صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية أن إسانسيو يرغب في البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل لصفوف أرسنال الإنجليزي أو برشلونة الإسباني، ولكنه لا يود قضاء موسم آخر على مقاعد البدلاء متماسكا بحقه في المشاركة كلاعب أساسي حتى لو على حساب جارث بيل. بات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب وسط لاعب بروسيا دورتموند الألماني على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن كانت الصفقة في طريقها للفشل في ظل تمسك النادي بالتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل البرازيلي نيمار. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن إدارة النادي الإسباني على وشك الوصول لاتفاق حول القيمة المادية للصفقة والتي تقدر ب 130 مليون يورو، بواقع 100 مليون قيمة أساسية للصفقة و 30 مليون كمتغيرات. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. الأهلي يغلق ملف احتراف مؤمن بمليوني جنيه. ومن الجمهورية سقف أهلاوي للتعاقدات الجديدة والبدري يتمسك بالشناوي. من الوفد الأهلي يصدر بطاقة حضور الجماهير للمباريات لمدة 3 سنوات. ومن المصري اليوم الأهلي يغلق ملف رحيل مؤمن زكريا وأحمد فتحي. من الوطن سبورت إكرامي يعتذر عن عدم حضور ميران المنتخب قبل مواجهتي أوغندا. ومن دوت مصر 20 حافلة لنقل أعضاء الأهلي في عمومية اعتماد اللائحة. من فيتو البدري يرفض تطبيق نظام الدورة في حراسة مرمى الأهلي. ومن يوروسبورت عربية ملفات مهمة تنتظر مدير الأهلي بعد رحلة ألمانيا. ومن البوابة نيوز الأهلي يراضي متعب والسعيد يرفض الخليج. زي النهارده في 21 اغسطس من عام 1996 الاهلي يفوز على المقاولون العرب 2-1 في المباراه التي جمعتهما في الاسبوع الاول من الدوري موسم 1996-1997. تقدم الاهلي في الدقيقه 39 من ضربه جزاء عن طريق هادي خشبه، وتعادل محمد عوده للمقاولون في الدقيقه 43، وسجل حسام حسن هدف الفوز للاهلي في الدقيقه 84. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.